مرحبا بكم واضح، معكم الدكتور ياسين عبد الجبار من الجزائر. اليوم جيت نشارككم تجربتي الإنسانية مع مسلمي الروهينجا، مسلمي بورما. كان قلبي يضرني نشوف هذيك المظاهر، نشوف هذاك الشيء اللي راهم يتعذبوا فيه، نشوف المأساة، نشوف المعاناة، لم أتردد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخواننا في الجزائر. هناك حقيقة قصص مرعبة، وقصص حقيقة أحزنتني، وقصص اللي بكاتني. لقيت حالات اللي فريمون في يرثى لها دي زونفون عندهم دي زيتراتاسيون سيفير، يعني ناشفين من الماء، كانوا راح يموتوا. الحمد لله ربي وفقني انه كنت كل يوم نشوف تقريبا ما يقارب 100 الى 200 شخص كونسيتاسيون بار جور. كنت نخرج من الثامنه صباحا اعود الى الثانيه عشر ليلا. مجرد ما تشوف البسمة تاع هذوك الأشخاص وتشوف كيفاش يفرحوا ويشوف، كان تشجعني باش نزيد نخدم ونزيد نقدم مساعدات أكثر. ربما ترجع وربما ما ترجعش، ولكن الهدف نبيل. من خلال منبر واضح حبيت نقول الفكرة تاعنا باش نحلموا، باش نديروا تغيير، باش نتقدموا، خاصنا نديروا الخير كامل.